سمعت او ما سمعت عن احتفاليه مصطفى محمد بعد ما سجل هدف التعادل على الراس الاخضر ورفع تيشيرت مو صلاح؟ اذا انك ما سمعت اسمع 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 اسمع. المنتخب المصري اللي مزعل جماهيره كثير منذ انطلاقه بطوله امم افريقيا الى الان، زعلانين الجماهير المصريه كثير على منتخبهم، خاصه ان منتخب التعادلات ان صح التعبير، تعادل ورا تعادل ورا تعادل، موزمبيق تعادلوا مع غانا تعادلوا ومع الراس الاخضر تعادلوا، وشوفوا هذه اللقطه سبحان الله، لقطه ما كان لها اي داعي من قبل حارس الراس الاخضر لمسها، وبعدها مباشره من هالكورنر تسجل هدف التعادل وتاهلوا مصر الى الدور الثاني. لكن في الوقت اللي الدنيا كلها قايمه ولا قاعده على محمد صلاح، والكل الاغلبيه، ما نقول الكل ما نعمم، الاغلبيه يطالبون بابعاده عن المنتخب وحاجات وكلام كثير، محمد صلاح مزعل الجمهور المصري، مزعلهم كثير. في هذا الوقت يخرج مصطفى محمد بعد ما سجل هدف التعادل ويرفع تيشيرت محمد صلاح، ردود الافعال كانت متفاوته، منهم اللي غضب عليه كثير جدا وقال له ولا لا تدخل نفسك طرف في مشكله انت مالك علاقه فيها، احنا كجمهور مصري عندنا مشكله مع محمد صلاح يا اخي انت لا تتدخل، اخرج منها. البعض الثاني قالوا لا والله برافو عليه، حاول يهدي النفوس وحاول يقرب وجهات النظر، لكن فعلا اللي صار مع محمد صلاح الصراحه خاصه بعد ثاني مباراه، بعد مباراه غانا والاصابه، وقالوا والله راح يرجع ليفربول، وفي حال ان مصر تاهلت للنهائي راح يرجع عشان يرفع الكاس. الصراحه يعني شغلات زعلت جمهور المنتخب المصري ويحق لهم انهم يزعلون، لكن صلاح يبقى في النهايه ولدهم ويبقى لاعب عالمي ويبقى لاعب كبير واكثر من رائع، وكان موجود في مباراه الراس الاخضر وكان متحمس وصوروه الناس، يعني كان متفاعل كثير طول فتره المباراه من بدايتها لنهايتها. نصيحتي نصيحه محب للمنتخب المصري، اعتبروا التصفيات الاوليه اللي في كاس امم افريقيا بطوله وانتهت وراحت، الان نبغى نشوف الصوره الحقيقيه للمنتخب المصري، وتعتقد عزيزي المشاهد يفعلها المنتخب المصري وياخذ البطوله بعد هذه البدايه السيئه، ولا المغرب موجودين وينافسون، ولا فريق ثاني تعتقد؟ اكتب لي في التعليقات في اسفل الفيديو مين تتوقع اللي راح ياخذ البطوله، واترككم الان مع ردود الافعال بعد ما مصطفى محمد رفع تيشيرت محمد صلاح احتفالا بهدفه على الراس الاخضر، ولا تنسوني من اللايك والفولو. خد تعالى مصطفى محمد، بغض النظر على الجول الجامد موت اللي انت جبته والاسيست اللي اجمد من الجول، يعني انت ماسك التيشيرت بترفعه كده على اساس ايه؟ يعني تيشيرت محمد صلاح، يعني هو ايه كان مات مثلا فبتلوها ذكرى وفاه محمد صلاح، ولا مثلا جاي له رباط صليبي مثلا، ده واحد جاي له شد عضلي عادي جدا. يعني هو محمد صلاح يا عيني يا حرام نفسيته باظت، نفسيته باظت بسبب ان احنا جمهور الكره بيقول له، جمهور منتخب مصر بيقول له بقول لك ايه العب في المنتخب وايه اللي انت بتعمله ده وبنهاجمه، لا احنا مش هنهاجمه، نبوس رجله يعني. الجمهور جاب اخره، احنا جبنا اخرنا والله العظيم، جبنا اخرنا والله، جبنا اخرنا. اما نشوف فخر العرب هيعمل ايه، ولا انت مصطفى لما نشوف هتعملوا ايه يا منتخب. ده مصطفى محمد بعد الجون راح يحتفل بتيشيرت صلاح، انت بتحط نفسك في الحوار ليه؟ يعني انت بتحط نفسك في الحكايه اللي دايره بين محمد صلاح والجمهور ليه؟ الجمهور كله يا مصطفى من اول البطوله في ظهرك، ليه بتخسره بحركه غبيه ملهاش 30,000 لازمه؟ هو خلاص احنا بنتعامل مع صلاح وصلاح بيتعامل معانا والدنيا ماشيه ما بيننا، واحنا بندعمك وبندعم كل رجاله المنتخب، وكنا معاكم النهارده بقلبنا قسما بالله وبندعو لكم، انت بقى بتعمل كده ليه؟ حركه غبيه ملهاش اي لازمه، ان انت بتكسب بونت على لمحمد صلاح وبتخسر الجمهور اللي في صفك. بس انا مش هقولك ان انا هخسرك وهتعامل معاك وحش، بس انا بقولك حركه غبيه وحركه ساذجه المفروض ما تطلعش من لعيب محترف في دوري كبير زي الدوري الفرنسي. احتفال بقى ملوش اي 60 لازمه من مصطفى محمد، يعني ده لاعب باعنا وهيسيبنا في وقت مهم جدا وهو قائد المنتخب، وفي الاخر تروح ترفع التيشيرت بتاعه بعد ما سجلت جون مهم، ما كانش ليها لازمه خالص والله. ومصطفى محمد يعني انت عامل بطوله جامده والناس كلها دعماك، ليه تخلي الناس كده يعني تبعد بعيد عنك علشان دعمت واحد زي ده؟ لا وكان مبين نفسه بقى ان هو فرحان لما بنجيب جون، وبيبين نفسه اللي هو زعلان لما بيلبس جون، انت بتزعل ليه وبتفرح ليه؟ مش انت بعتنا كده؟ ممكن انجلترا ما تجنسكش عشان تلعب معاها اليورو، انما يعني انتمائك منتخب تاني. ما تستغربوش يا جماعه اللي انا بتكلم كده عن محمد صلاح، وانا كنت اكتر واحد بدافع عنه، لان بجد لا بعد الموقف اللي عمله ده انا بجد ما بقتش طايقه. مصطفى محمد بعد الماتش راح رفع تيشيرت محمد صلاح و بيدعمه، يعني يا اسطى بتدعمه على ايه؟ ده واحد جاله شد قال لك همشي، تمام؟ قال لك همشي، عنده شد
عنده شد يا اسطى، يعني مش جاله صليبي، مش رجليك كسرت، مش ايديك كسرت، لا عنده شد. شد هو 3 4 ايام راحه ها ويرجع التدريب تاني عادي. قال لك لا اروح اتعالج في انجلترا ماشي. هو مش واخد طلقه يا اسطى، هو مش واخد ار بي جي، لا ده جاله شد. اقولها لك تاني يعني عقلوها بقى، عقلها، ما تبقاش بني ادم براس فرخه. بتدعموا على ايه الشعب المصري اصلا؟ ان انت كنت بترفع قدامه الفانيلا دي مش طايق، ومش طايق رقم لعيبه بتفكر، يعني لو بفكر بوش رجلها افكر حلو. لقطه طريفه وحزينه في نفس الوقت حصلت في مباراه مصر وكفردي. مصطفى محمد بيجيب هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقايق الاخيره من المباراه، قام احتفل بتعفو مع محمد صلاح ورفع التيشيرت بتاعه. فالطريف ان بعدها على طول وفي اخر دقيقه في المباراه كفردي بيهدف وبيجيب هدف التعادل. فبعدها قلت في سري ان حتى تيشيرت محمد صلاح وشه مش حلو علينا في الملعب، وكمان هدف مصطفى محمد كان فيه شك وكان ممكن يتلفي، فاللي هو محمد صلاح اكيد كان بيقول في سره انا هقوم اروح انجلترا دلوقتي. اما بقى الحزين في المشهد ده ان انا شفت اللقطه دي شفقه لمحمد صلاح، وان اللعيبه بتتعاطف مع محمد صلاح وشايفه ان الجماهير ظالمينه، خاصة ان الفترة الاخيرة الجماهير بتقول ان هو مش بيأدي في الملعب زي ما بيأدي في ليفربول. فاللقطة دي قد ما هي فرحت محمد صلاح قد ما هي حزنته، وحزنته على نفسه اكتر ان الجماهير شايفاه ما عملش حاجة مع منتخب مصر. فنتمنى رجوع محمد صلاح بقوة ويفوز مصر بالبطولة في النهائي. قولوا لي في الكومنتات انتوا شفتوا اللقطه دي ازاي. احتفال مصطفى محمد بتيشيرت محمد صلاح بعد ما سجل هدف في كاب فيردي، شوف يا كلاطه ما بين لاعبين وكده، ولاعب مصاب بيتفرج عليك بره وبيدعمك من بره، فهي لقطه حلوه. كلنا طبعا شايلين من محمد صلاح، وكلنا بعد القرار اللي هو اخده ده كلنا ضد محمد صلاح، ولكن هي كلاطه ما بين لاعبين ولينا كجمهور هي لقطه كويسه جدا. للعلم فابريزيو رومانو اعلن ان صوت محمد صلاح اكبر من المتوقع، يعني هيغيب من حوالي 21 يوم الى 28 يوم، وبعيد عن اي حاجه. اقسم بالله انت راجل منتخب مصر لو